وسهلا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو رح اعمل معكم اكله كتير طيبه اسمها تشيلي تشيز فرايز. هاي الاكله كتير سهله، وقت تكون محتاره شو اعمل اكل بطلع اغراض وبساويها، وظريفه كتير اذا كنتي عامله عزيمه بتعمليها هيك تشكيله سفره. يلا خلينا نبلش. اول شي رح احط زيت زيتون، رح احط بصل مفروم ناعم، ومعلقة صغيرة توم بس لحتى البصلة والتوم يدبلوا شوي. بحط فوقهم فليفلة خضرة مفرومة. هلا لحط لحمة ناعمة وقلبهم منيح. لحط رشة فلفل أسود ومعلقة صغيرة ملح. بس تستوي اللحمة منحط معلقتين مربى بندورة. وهيك خلص صارت جاهزة عنا، بتطفي تحتها. هلا بدي احط بطاطا المقلية بالصحن، فوقها لحط اللحمة يلي هلا سويناها، ومنرش على وشها جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر. وهلا منحطها بالفرن بس تدوب الجبنة منطلعها. وهي الأكلة تبعنا صارت جاهزة، أكلة كتير طيبة وكتير سهلة، ما بتاخد معك وقت، بتمنى تجربوها. وبس هاد هو الفيديو تبعنا لليوم، إذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة.